باش مهندس هنفين، من واقع خبرة حضرتك في المكان ده، يعني عرفنا أن في شهر مايو هناك احتفالية وبيجي في هذا المكان اللي شايفينه متسع وصغير في نفس الوقت، لكن بيجي فيه حوالي 2 مليون زائر. كيف تتعاملوا مع هذا العدد الكبير جدا في الاحتفالية؟ هو احنا فعليا كل سنة بنجمع عدد كبير فوق 2 مليون، يعني بيبقى في كل البيوت بتاعة الدير بتسيع الناس دي كلها، كل البيوت بمعنى كلمة كل البيوت، كل أهالي الدير بيبقوا مستنيين ده من السنة للسنة، وبيعدوا بيوتهم قبلها بشهرين ثلاثة، البيوت كلها بتبقى تعد بقى عشان تستقبل الزوار، ويبدأوا يقيموا تقريبا من 10 يعني 10 أيام متواصلة إقامة كاملة. إقامة كاملة يعني الناس يعني بتترك بيوتها وتأجرها للزائرين. بالظبط. وفي بقى ناس يمتلك بيت واثنين وثلاثة بيأجروا للزائرين، ده رزقهم كمان اللي بيقعدوا عليه بقية السنة. أيوة. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هنا طبعا الدير يتبع مطرانية سمالوط، ففي أماكن تاني تتبع المطرانية لاستقبال يقدموا حاجات خدمات للناس، زي حاجات أكل وإقامة برضو بعد أوقات ومشروبات وحاجات كده، في كافيهات صغيرة لتخدم الزوار. بيبقى المساحة اللي بين الكنيسة وبين المطرانية وبين الفندق أعداد مهولة جدا جدا، وخصوصا تبدأ من الساعة 5 بعد الظهر، من 5 بعد الظهر لتاني يوم 5 الفجر بتبقى أعداد جامدة جدا، مش ممكن تمشي غير بقوة الدفع، ما ينفعش تمشي كده. احنا بنتكلم فعلا على 2 مليون، ده رقم كبير جدا. وبتبقى كمان الدير قبليها قبل الاحتفال بأسبوع، الشرطة نفسها بيبدأ يأمن المكان كويس جدا جدا جدا، وباستعداد جامدة جدا من المحافظة، وبتبقى كل الجهات كلها بتتعاون لغاية ما يعدي الأسبوع ده. بيبقى ممتع جدا، مفيش نوم، مفيش حاجة اسمها نوم الأسبوع كامل، مفيش نوم خالص، ناس قاعدة ليل متواصل ليل مع نهار، واستمتاع من غير ما يحسوا بأي تعب. بتبقى هنا بتبقى في ترانيم تشتغل قدام الكنيسة طول الليل، ودي حاجة ناحية دينية. وبعد كده جوه البلد بتبقى حاجات ترفيهية، مراجيح ولعب أطفال وحاجات للكبار، ومحلات خيام ومحلات صغيرة كوشيكات، وناس بقى بتأجر، بتبقى من سنين طويلة والناس تيجي تأجر، كل واحد عارف مكانه، هأجر المكان بتاعي اللي بيع الإكسسوارات الحاجات، كل يعني بيحصل نوع من التنشيط حتى لأهل البلد. جد مش البلد بس كدير، ده المنطقة كلها. ممكن تيجي ناس من محافظة المنيا وخارج محافظة المنيا تيجي تأجر حاجات هنا. بيجي أجانب؟ بيجوا أجانب، لا مش كتير، هي بتبقى الأكتر للناس اللي هم المصريين. وبقى من محافظات كلها بتبقى عارفة إذا في ناس بتيجي مصريين مثلا يكونوا عايشين بره، بيخلوا اجازاتهم في الاسبوع ده عشان يحتفلوا مع اهاليهم في الاسبوع ده. دي المتعايشين في اي حته في دوله في العالم يتجمعوا في الموسم ده عشان يقعدوا مع اهاليهم في الدير. وانا شايفه ان بداتوا تعملوا فنادق. احنا عملنا فندق بس هو حجمه صغير، لكن هو بحاجه خدمه. والفندق ده على اسم العائله المقدسه، ومهتميه بيه الدوله قوي بصراحه، عشان هو يعتبر الفندق الوحيد اللي في مصر مسمى باسم العائله المقدسه، وجانب نقطه مهمه من محطات العائله المقدسه. صحيح. فبالتالي الدوله مهتميه قوي بينا، زائد ان هو الفندق برضو الوحيد اللي تمتلكه كنيسه داخل غرفه السياح، فهو مميز من كل ناحيه، زائد البيول الجميل اللي هو بيطل عليه الحقيقة. وقربه من الكنيسة بيساعد الناس الأجانب بتيجي تقيم فيه عشان تزور النقطة المهمة أو المحطة المهمة بتاع الكنيسة، وتقيم فيه ليلة ليلتين وتكمل المحرق وترجع تاني. يعني أحيانا بيبقى خط السرير ويزوروا الكنيسة ويباتوا ليلة هنا، وبعدين يطلعوا المحرق، وبعدين يرجعوا تاني يباتوا ويكملوا يرجعوا للقاهرة. فهو يعني عامل مهم جدا في المكان بصراحة. شكرا مساعد أكتر. شكرا.